وهل الأفضل للمسلم أن يصلي التطوع في المسجد أم في بيته؟ وردت عدة أحاديث تدل على أن صلاة التطوع في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، منها ما رواه مسلم وأحمد: إذا صلى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا. وما رواه أحمد: صلاة الرجل في بيته تطوعا نور، من شاء نور بيته. وما رواه أحمد أيضا: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. ومنها ما رواه أبو داود بإسناد صحيح: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. وقد قال النووي في حكمة الأفضلية لصلاة التطوع في البيوت أنها تكون أبعد عن الرياء وما يحبط العمل، وأن البيوت تتبرك بنزول الملائكة والرحمة وتبتعد عنها الشياطين. هذا ما جاء في حكمة أفضلية التطوع في البيوت، والله أعلم.